الناس بتتكلم كلها في اتجاه واحد وعايزين نفتح المجال العام وعايزين مساحه من الحريه كل ما اتكلم مع حد يقول لك بس احنا عايزين بس نبحبحها شويه يعني نبحبح العمليه شويه اتكلم شويه ادوا الناس نفس اقول يعني ايه انا 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 مش بستعبط والله بس بسال يعني ايه نفس يقول لك الناس تتكلم طب ما تتكلم يقول لك يا عم انتو انت انتوا بتستعبط يعني ما يعني اقول اي يعني انتقد يا عم انتقد يعني انتقد يعني واقول إن دا يا عم اقول ده صح وده غلط وانتقد واقول طالما انت عندك معلومه او عندك فهم او عندك ما تقوله في هذا الامر يعني انا دلوقتي ينفع اتكلم في اي موضوع كده يعني هو انا يعني خبير منزل في كل شيء انا فاكر كويس جدا ومنتبه كويس جدا ان السيد الرئيس في اكثر من مناسبه يقول ارجو اللي بيطلع يكلم الناس على التلفزيونات لابد انه يكون ملم بالموضوع اللي بيتكلم فيه ما ينفعش انا افتي أت... افتي في كل حاجه وانا اتكلم اتكلم على السيره النبويه واتكلم على الشعر الجاهلي واتكلم على الرياضيات واتكلم على الفيزياء الطبيعيه واتكلم على الفيزياء النوويه واقعد اتكلم على المناخ واتكلم على ال... ايه في ايه هو انت عايز تتكلم من فضلك اقرا افهم اسال اتحرى الدقه عشان تطلع تقول للناس معلومه مش اي حد يطلع يواجه الناس وانا بقول فعلا المهمه الشاقه لمن يواجه الراي العام بالكتابه او بالكلام او بالكلمات دي مهمه شاقه جدا لمن يتقي الله في الناس ومن يحترم مهنته ده شيء صعب جدا شيء مش سهل انك انت تطلع تكلم وانت بتكلم اي كلام هو حشو هو احنا بنطلع بنقول اي كلام عشان نأدي الحلقة ولا الموضوع فيه رسالة المفروض تطلع الناس تستفيد منها ونعمل عملية بناء توعوي حتى لو كان بطيئا لكنه صحيح من خلال المعلوم انا بقول لزمايلي في اي موضوع وانتم بتشوفوا حتى في ناس بتقعد التاريخ يقول لك يا عم انت شغال مدرس جغرافيا جايب لي كل شويه خريطه وطالع عمال تعمل فيها مدرس لا خالص هو انت كنت جايب لنا ارقام وتقول مش عارف ايه ومعدلات لا 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 مش بتاع اقتصاد هو انت عمال تحكي في السيره النبويه وعمال تحكي في قصص تاريخيه وتقول انت مؤرخ لا خالص انا فقط كل ما اقوم به هو واجبي عندما اتحدث في امر ما لابد ان اقراه تاريخيا واقراه بالارقام واقراه تاريخيا وجغرافيا والم كل الموضوع وانا لا أستنكف اتصل بالتليفون باي مصدر اي مسؤول او غير مسؤول اساله ودردش وافهم مش شرط يكون معايا ضيف مش شرط يجي عندي مش شرط يجي لي في التليفون افهم الموضوع ومع زمايلي وساعات نقعد نتخانق مع بعض على رقم على معلومه على كلمه حتى كلمه في اللغه العربيه في الاعراب او غيره يا جماعه الموضوع مواجهه الناس محتاج مش اي حد يطلع يتكلم مع الناس اللي الريس بيقوله النهارده وقالوا قبل كده مرارا وتكرارا اللي عايز او اللي دوره يتكلم مع الناس ويواجه الناس ويوعي الناس ويفهم الناس اهلا وسهلا واحنا محتاجين النهارده الريس يا جماعه قال كلمه الاعلام اكتر من اربع خمس ست مرات النهارده انا متابع قاعد متابع كل ما الريس يقول الاعلام ودوره انا بنتبه انا اتحسس كده اقف ايه في ايه الاقي الريس دور مهم وحيوي وخطير منوط بالاعلاميين والصحفيين والكتاب الدور ان احنا نوعي الناس هو الناس مش واعيه يعني الناس واعيه بس خد بالك في ناس بتشكك في ناس بتشوه في ناس بتعمل شائعات دورك تبدد هذه الشائعات بعلم انت لو ما عندكش معلومه ازاي هتواجه اهل الشر؟ لو ما عندكش معلومه ازاي هتواجه هؤلاء المرتزقه؟ لو ما عندكش معلومه هتقنع اهلك ازاي؟ هتقنع نفسك ازاي؟ لابد ان احنا نقوي نفسنا بمعلومه ونفهم الموضوع اللي بنتكلم فيه نذاكره يا جماعه نذاكر ونتدرب مش عيب انا بقول لنفسي وبقول لكل الناس مش عايزين نشتغل ان احنا ناخد سياسه اللقطه النهارده الرئيس الحمد لله افتتح مشروعات ضخمه جدا وهذا يمثل انجاز عظيم للدوله المصريه وتفرجوا يا مصريين طيب وبعدين؟ ايه الموضوع؟ هو ايه الموضوع اصلا النهارده في سياق عام؟ الدولة المصرية من سبع سنين مش بتغير جلدها ده بتغير صمامات وقلبه وبتغير مفاصل وبتغير كل شيء اللي بيحصل النهاردة جزء مهم جدا النهاردة أنا قاعد قاعد بسمع الرئيس افتكرت الرئيس لما كان في بودابست وبيتكلم على حقوق الإنسان وبقول لهم أنا بطلب من أصدقائي الأوروبيين إنهم ييجوا مصر ويعرفوا عن مصر أكتر لأنه مصر فيها مئة مليون احنا عايزين نعيشهم في حياه كريمه احنا بنحب اهالينا وبنحب امتنا وبنعمل على راحتها النهارده وانا قاعد افتكرت الكلام وربطت الكلام اللي قالوا في بودابست بالكلام النهارده اللي قالوا في حدائق اكتوبر هنا في بيوت جديده لناس بواقع كانوا في واقع اليم تحولوا الى واقع يمثل حلم الموضوع موضوع كبير موضوع اصلاحي عشان ما اطولش على حضراتكم النهارده الرئيس بيقول اللي عايز يعبر عن رايه يتفضل يعبر عن رأيه. الرأي يتفضل يقوله، الرأي الاخر اللي هو معارض يقوله. والرئيس في اكثر من مناسبه، والله انا فاكر كنا في مدينه السادات وقال انا عايز اسمع الاراء المخالفه والاراء المعارضه، وعايزين نشوف، وقالها قبل كده في القريه الزكيه يمكن او في ابو رواش، قال يا جماعه البرلمان يعمل استجوابات، والبرلمان يعمل أدواره البرلمانية وأدواته البرلمانية والرقابية والصحافة تتكلم والإعلام يتكلم، هو مين اللي هيتكلم يا جماعة؟ لازم يكون مذاكر، لازم يكون قاري، لازم يكون واعي، لازم يكون عنده وعي أصلا بالموضوع اللي بيتكلم فيه مش أي كلام بقوله. النهارده الرئيس سأل سؤال مهم جدا جدا للإعلام. وأنا يا إبراهيم لو سمحت فاتتنا دي يا إبراهيم، فاتتنا إحنا الأثنين. النهارده الريّس قال في المكان اللي غرق من السيول السنة اللي فاتت ولا قبلها هو الرئيس سأل سؤال ربما لم ينتبه الكثيرون إلى مغزى السؤال من الرئيس. قال والنبي ساعتها يعني هو الإعلام عالج الموضوع إزاي؟ هو الرئيس ما قالش قال والله بيسأل الرئيس بيسأل سؤال وما زال السؤال يعني طبعاً إحنا عدينا يعني. ال 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 الناس القرية دي متعدين على الأرض الزراعية وبنوا في مقرات السيول وحصل الكارثة الاعلام هيعالج يعني الموضوع ازاي؟ الحكومه مقصره، الحكومه منه لله وزير كذا ومنه لله وزير كذا والناس وأهلينا ونجيب قصص ونجيب بقى بس مباشر وعياط وهنا كان فرح ومات وهنا كان غرق و... الحالات الانسانيه تمام لكن هل ده الرئيس اللي بيقوله، هل الاعلام التوعوي عالج الامر على حقيقته بان هؤلاء اهالينا يعني بنوا في مكان مخالف وتعدوا وتخطوا القانون وبنوا في مخرات سيول دون تخطيط ودون ضابط او دون رابط احنا فعلا لما جينا نتكلم ونعالج قلنا انه فيه خطا حقيقي كلنا شركاء فيه لكن احنا هل وقفنا على حدود الرثاء والبكاء والموسيقى الجنائزيه وعدنا نقول الناس 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 منك لله يا حكومه منك لله يا حكومه وسيبنا وقعدنا نوصي الغلابه ولا قعدنا نقول فين سبب المشكله الحقيقي؟ فين سبب المشكله الحقيقي؟ ده المغزى اللي الرئيس النهارده بيقوله بيقول وبيقول الاعلام بيعالج ازاي؟ الكاتب اللي بيكتب ولا المذيع اللي بيقول ولا المفكر اللي بيفكر ولا المثقف اللي عمال يتكلم ولا الضيف اللي جايبينه يتكلم هل هو مذاكر الموضوع وفهمه ولا بياخد الموضوع كده من فوق اي كلام ونأدي الغرض وخلصنا وتصورنا الصورتين وعملنا على الفيسبوك و... ويا ضربة ما دخلت شر. هو ايه الموضوع؟ النهارده الرئيس بيقول يا جماعه اللي عايز يتكلم في موضوع سواء يأيد الدولة أو يعارض الدولة، يأيد الرئيس أو يعارض الرئيس، أو يؤيد مشروع أو يعارض مشروع يا أهلا وسهلا يا مرحبا يا سيدي عشان نثري الحوار أنا والله العظيم دلوقتي يعني ممكن أكون في فترات من حياتي لم أكن أقبل الرأي الآخر، ربما وكان يضيق صدري بالمنتقدين، فعلا كلنا فترات، لكن مع الخبره ومع النضج ومع 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 الخبرات انه الاستماع الى الراي الاخر ده فضيله ما بعدها فضيله، والاستماع بحق، اسمع وكن على استعداد ان تغير وجهه نظرك، اسمع بقلبك وعقلك مش تسمع بودانك عشان ترد، لا اسمع يا اخي ممكن اكون غلطان، رايي صح لكنه يحتمل الخطا وراي غيري خطا لكنه يحتمل الصواب اهدى شويه واسمع غيرك وخد ود في الكلام والكلام هيثري الرايين تعدد ثراء ودائما ايمان والله ايمان لا يتزعزع عندي انه الراي الاخر ضروري الراي لو كان معارضا ضروري لكن مين اللي يقول يكون فاهم ما يجيش واحد بقى عايز بقى منظر وعايز ياخد الجو ويقول لك انا ضد مش عارف ايه انا ضد فتره عبد الناصر لانه عمل في الاقتصاد انت شفت خرب الدنيا تجيبه تكلمه تقول له يعني ايه اقتصاد؟ قول له يعني إيه اقتصاد بس؟ مش عارف قول له يعني ايه قول له عبد الناصر اتولد امتى ومات امتى ومات امتى وكان عنده كام سنه وعمل ايه؟ طب يعني يعني ايه تاميم ما يعرفش يعني ايه قناه سويس ما يعرفش انا انا والله ما لا ابالغ بقول ان في ناس كتير جدا اقف كده لحظه قول له تعال بس من فضلك يقول لك انا ضد تعويم الجنيه طب له يعني ايه تعويم الجنيه يقول لك آه سعر طب يعني سعر صرف طب يعني سعر الفائده طب والنبي يعني ايه البنك المركزي طب وايه الموازنه طب ايه, إيه طيب الناتج المحلي الاجمالي اي كلام اي كلام احنا ساده في مصر خلال العقود الماضيه ثقافه الفهلاوه ثقافه الفهلاوه في كل شيء ادت الى تجريف كل شيء لم يعد لدينا الكثير من القامات والهامات اللي يقدروا يوجهوا مجتمعات بنظريات وبكلمات احنا وانا بعترف وبقول ان احنا في هذا التوقيت الصعب نفتقد ونفتقر في فقر نخبوي احنا بنعيش في عصر دلوقتي فقر نخبوي حقيقي شح نخبوي انجاز التعبير عندي عمليه شح عندي عجز في الفكر عند عجز في التفكير عند عجز يا جماعة كل الناس النهاردة من أول ما الحلقة لغاية دلوقتي بعمل إيه عدى قد إيه عد إبراهيم عدى 43 دقيقة من الحلقة بعمل أقول من أهو أنا أنا حالة قدامكم الرئيس النهاردة عمل وافتتحنا ورحنا وجينا ومبسوطين جدا في إطار خطة ده بقول الكلام كله هل أنا جبت فكرة فوق اللي اتعمل لا هل أنا فكرت خارج إطار تفكير الدولة والرئيس لا أنا ماشي ورا الدولة أنا ماشي ورا الرئيس انا ماشي ورا الحكومه الرئيس مش عايز كده انا بقول لك انا اللي بقول لك الرئيس مش عايز. الرئيس عايزك المفكرين يفكروا ابعد من تفكير الدوله يقودوا الدوله يلا فكروا خدوا الدوله دي الرئيس فاتح قلبه وعقله والحكومه والناس كلها يلا يا سيدي يا مفكر يا مثقف يا ملهم يا منظر يلا حرك شد الدوله وراك روح بينا في منطقه ثاني النهارده الرئيس بيقول احلموا ما هو ده الحلم الناس تتحرك بشكل مختلف يرجع واحد يقول لك اصل مشكلتنا مصر ما فيهاش حريه تعبير وكتمين على نفس الناس ومش عارفين يقولوا وحتى الناس اللي بتطلع تكلم ديت أو بيطبلوا ويقولوا كلمتين والسكريبت بيجي لهم يسمعوه طب والنبي اللي يقول كده هرد عليه والله ما هرد عليه خلاص اه اللي انت عايز ماشي بعمل متشكرين يلا هترد على واحد اصلا هو لو انت لقاك بتصلي هيقولك لك ده منافق لو لقاك بتذكر هيقول لك ده ده مش هو مش عاجبه زي جوحة بالظبط فانساه خالص النهارده الرئيس بيقول وبيحط قاعده مهمه جدا اللي عايز يتكلم مسموح طبعا كل واحد يقول رايه لكن يكون عنده فهم وعنده علم ليه مش عشان حاجه يعني علشان ما يشتتش الناس علشان ما يخليش الناس مشتته فكريا وذهنيا نستمع الى الرئيس يا ترى التغطية الإعلامية لما حصلت الدسم دي ولما حصلت لبعض المناطق اللي كانت مبنية على مجرى السيول كانت تغطية إعلامية فيها وعي بحجم المشكلة عارف أنا بقول كده ليه؟ لأن لما يجي يقول لك مثلا إيه؟ إحنا عايزين الناس تتكلم وأنا عايز الناس تتكلم وعايز يبقى في تعبير عن الرأي أنا عايز الناس تتكلم بس تبقى فاهمة تبقى هي إيه فندم تبقى فاهمة فاهمة القضية اللي احنا فيها يا ترى ده بقى ده كان اللي فات ده كان عيب دولة ولا عيب مواطنين ولا عيبنا احنا الاتنين